احلام يا احلام. في حاجه يا حبيبي؟ ما تسكتي العيل بعيط ده، انا مش عارفه انام. يا سلام، قد كده بيزعجك صوت العيل؟ حاضر يا سيدي. ممكن بقى تكملي جميلك وتطفي النور؟ يعني ايه؟ مش عايزني اقرا كمان؟ حاضر يا سي شريف. ايه يا احلام تاني؟ شريف هات ايدك يا شريف، بص الولد بيلعب. يا احلام هو ايه بس اللي بيلعب؟ قلت لك 150 مليون مره بطلي الاحلام الكاذبه دي وشيلي بقى المخده دي من بطنك. يا اناني يا وحش يا عدو الطفولة، خلاص ما تجيش جنبي خالص، مش عايزة اشوفك خالص. احلام احلام يا حبيبتي، انا عارف قد ايه انت بتحبي الاولاد ونفسك تخلفي، بس مش معنى كده انك تحبلك مخدة وتخلفي شريك كاسد. ما هو من خيبتك انت باين عليك ما بتخلفش، ولازم تروح للدكتور يا شريف. لا اسمعي بقى، وكمان انا سكتك طول الوقت ده، انت اللي ما بتخلفيش وانت اللي لازم تروحي للدكتور.